هيكون معنا هاتفيا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. صباح الخير والف مبروك. صباح الخير يا فندم. مبروك نور والف مبروك لمصر وللشعب المصري كله ولمنتخبنا. يوم كان جميل جدا حضرته في الاستاد امبارح. يعني ايوه شفنا صورة حضرتك مع السيدة الوزيرة برضو غدا والي امبارح، كانت صورة بارزة. صحيح. يعني مش قادرة يعني أعبر عن الشعور من الاستاد، يعني طبعا من التلفزيونات والسكرينات اللي كانت محطوطة مش بس في المصري في مصر في داخل، إنما المصريين في الخارج أيضا. إنما الحقيقة الإحساس في الاستاد مختلف، خاصة وقت النشيد الوطني حاجة من وراء الخيال. وطبعا كان في يعني لحظات عصيبة جدا في المباراة، خاصة بعد جون التعادل، إنما سرعان ما يعني كلنا ابتدينا نشجع من أول وجديد وندي لمنتخبنا لغاية لما الحمد لله ربنا أكرمنا بالجون الثاني. السفيرة نبيلة مكرم، يعني إزاي استقبلت الخبر الحزين في الأول؟ بصي طبعا احنا بعد الجون الأولاني طبعا يعني شمينا نفسنا. صحيح. إنما الحقيقة لما جه الجون الثاني أنا والوزيرة غادة والي بعد ما كنا عمالين نهتف يعني عارفة نمسك في بعض ونشجع، قعدت أنا وهي حسينا كأن يعني حصل حاجة مش قادرين نتخيل إنه ممكن ضياع حلم، ضياع حلم، وإنه كل الجماهير اللي موجودة في الاستاد النهاردة واللي بره كمان ممكن إنه اليوم ده يعدي من غير ما يعني نوصل لكأس العالم. إنما الحقيقة بعد ثانيتين بالظبط من دخول الجون الجماهير اللي هم كانوا قدامنا ابتدوا يقوموا تاني بالأعلام وبالطبل وبالزمامير قومونا، يعني هم نفسهم ادونا الطاقة ان احنا نعاود تاني في التشجيع والصمود عشان منتخبنا. والحقيقة قمنا معاهم وشجعنا وهتفنا لغاية لما جه الجون التاني انا وغادة يعني عيطنا يعني انهارنا ساعتها، لانه كانت لحظة صعبة، دموع وفرح، لحظة صعبة، رجالة وستات عيطوا الحقيقة، انا شفت دموع كل الناس امبارح. صحيح. واحنا كمان شفناها. طيب يعني وجود حضرتك في يعني في موقف يمكن احنا كلنا منتظرين، ولكن يمكن حضرتك عاده بتحضري وبتبقي موجوده ومتواجده في كل المحافل، لكن ماتش كوره، يعني هل حضرتك اصلا بتشجعي الكوره من الاول، ولا الموضوع مجرد ان هو شيء نبيل لا انا 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 طبعا يعني طول عمري رياضيه، بس انا كنت لاعبه كره سله. كرة القدم الحقيقة وباعتراف شديد جدا أنا ماليش فيها نهائي، ولكن الشعور الوطني وإنه لازم أكون موجودة في مباراة زي دي وأي مباراة، أنا قبل كده برضو حضرت مباراة مصر وغانا، هذا الإحساس إنه لازم أروح لغاية اسكندرية برج العرب أو استاد اسكندرية ونحن نقف ونشجع المنتخب بتاعنا، وكمية مشاعر الولاء للوطن وحب الوطن، أنا شفت كل الأعمار وشفت ستات وشفت رجالة وشفت بيبيهات وشفت كل حاجة، شعور يعني ما أقدرش أن أنا أوصفه. يعني طبعا كان جنبي الوزير عمرو الجرحي وطبعا معالي وزير الشباب، طبعا كنت بستفسر في بعض او في اكثر الاوقات عن الاوفسايد والبنالتي والحاجات دي كلها. صحيح. انما لا يعني ما اقدرش ان انا يعني افوت مباراه انا بقول انها كانت مباراه وملحمه وطنيه امبارح. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا في صباح اون، ويعني بنقول لحضرتك صباح الخير وصباح السعاده والامل وصباح النصر لمصر. نشكرك جداً.